اهلا بحضراتكم مره تانية. رجعنا لحضراتكم عشان نستكمل باقي فقرتنا الاخباريه. في خبر مهم جدا وهو اختيار مصر رئيسا للجنه الزراعه والتنميه الريفيه بالاتحاد الافريقي. اعلن السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الاراضي انتخاب مصر رئيسا للجنه الفنيه المتخصصه للزراعه والتنميه الريفيه بمفوضيه الاتحاد الافريقي. وعقب تسلمه رئاسه اللجنه القى وزير الزراعه كلمة عبر تقنية الفيديو كونفرنس أمام اجتماع المفوضية للاتحاد الأفريقي، توجه خلالها بالشكر والتقدير على ثقة المفوضية وكافة الدول الأعضاء الأشقاء الأفارقة على ترشيح مصر لرئاسة اللجنة. وأعلن قبول مصر رئاسة اللجنة للدورة القادمة. طبعا ألف مبروك لبلدنا الحبيب مصر. وعلى هامش هذا معانا مداخلة هاتفية مع معالي وزير الزراعة السيد القصير. أهلا بحضرتك معالي الوزير. أهلا بحضرتك. أهلا بسيادتك. معالي الوزير، في البداية بنبارك لحضرتك. ربنا يكرمك. بنبارك لمعاليكم وبنبارك لمصر كلها على هذا الاختيار. ويعني في البداية عاوزين نعرف من حضرتك ماذا يعني هذا الاختيار. هو دعينا نقول إن طبعا اهتمام مصر والقيادة السياسية بالقارة الإفريقية والأشقاء الأفارقة، والاختيار ده بيعني إن اللجنة الفنية المتخصصة للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة دي تعتبر من أهم اللجان في الاتحاد الإفريقي. وهذه اللجنة بتتداول رئاستها كل عامين. الحمد لله هذا العام الدورة الحالية الرابعة اللي تم انعقادها النهاردة، بسببها أيضا انعقاد لجنة الخبراء، مجموعة من الخبراء في كل الدول الأفارقة شاركوا في إعداد التقرير النهائي اللي عرض على اللجنة اليوم في دورتها الرابعة، بيتضمن محاور متعددة. طبعا وجود الدولة المصرية على رأس هذه اللجنة في ظل كمان يعني استضافة مصر لمؤتمر المناخ كوب 27، أعتقد أن ده كله يعني مؤشر يعني إيجابي على اطلاع مصر بدورها الريادي، وأنها هي البوابة الرئيسية للتعبير عن الأشقاء الأفارقة في كثير من المحافل الدولية. هذه اللجنة معنية بكثير من القضايا المرتبطة بالزراعة والبيئة والمياه في الاتحاد الإفريقي. وهذه اللجنة اليوم تم انتخاب مصر رئيسا لمكتب اللجنة، ومعانا ثلاثة نواب للرئيس من رواندا والجابون وكوت ديفوار، وأيضا المقرر للجنة من جنوب أفريقيا. وتم مناقشة كثير من القضايا المرتبطة بالتحديات اللي بتواجه القارة الإفريقية في مجال الزراعة وفي مجال التغيرات المناخية وفي مجال التصنيع الزراعي والبنية التحتية والبحوث التطبيقية، كل دي والثروة الحيوانية والاقتصاد الأزرق، كلها محاور كثيرة تم مناقشتها. وأيضا تم مناقشة كل الأوراق والتقارير التي قدمت وتم استعراضها في اللجنة، وأيضا تقرير الخبراء اللي تضمن جوانب كثيرة جدا. وانتهينا في اللجنة بتقديم الشكر لرئاسة اللجنة في دورتها السابقة معالي وزير الزراعة في جنوب أفريقيا، وكان أيضا شكرنا وقدمنا الشكر ل معالي السفيرة جوزيفا ساكو مفوضة الاتحاد الإفريقي، يعني على الجهد والتنظيم الرائع اللي قدموه. وأيضا قدمنا رؤية مصر في المرحلة القادمة، ونأمل إن شاء الله إن احنا يعني نقدم يعني توصيات وإجراءات فاعلة في سبيل تحقيق التقدم في للدول الأشقاء في القارة الإفريقية بالتعاون مع زملائنا، وأيضا بالتعاون مع يعني دولة جنوب أفريقيا وكثير من الدول الأعضاء. إن شاء الله نحقق نتائج جيدة إن شاء الله. وكمان من الأمور الجيدة اللي تضمنتها التقرير اللي هي أن اللجنة عدت يعني استراتيجية عن التغيرات المناخية وأثرها وكيفية مواجهة القارة الإفريقية وبصفة خاصة في مجال الزراعة لهذه التغيرات المناخية. كل دي هذه الأمور إن شاء الله نصل يعني منها إلى نتائج وتوصيات ممكن نستفيد منها جميعا. يعني
طبعا يعني معالي الوزير، ده نتيجة جهد الدولة، وعلى رأس هذا المجهودات كان مجهود وزارة الزراعة. يعني عاوزين نعرف أكتر معالي الوزير كيف تم هذا؟ ما زي ما قلت، زي ما انا قلت كده، ان اللجنه دي اصلا بتبدا برضو تبص. طبعا احنا مرشحين لرئاسه هذه اللجنه بناء على مجموعه الدول الافريقيه في شمال افريقيا، وبالتالي احنا بنمثل الشمال افريقيا، لكن حاليا في ضوء رئاستنا للجنه اصبح رئاسه مكتب اللجنه الفنيه لكل دول القاره، وبالتالي ان شاء الله يعني بتبدا الاجراءات ونبدا نعقد اللقاءات ونبدا نصل الى توصيات ونشوف التقارير، وده كله ده في اطار توجيه القياده السياسيه بدعم الاشقاء الافارقه، وان احنا نبقى منفتحين عليهم ونستفيد ونزيد من حركه التكامل والتبادل التجاري والتوصيات المرتبطه بقطاع الزراعه. ده من القطاعات الوحيده والقطاعات المؤثره في افريقيا بصفه خاصه، وايضا هناك تركيز على دعم الثروه الحيوانيه، لان القاره الافريقيه يعني بتتميز في يعني غناها بالثروه السمكيه والثروه الحيوانيه، ولكن تحتاج الى تدعيم وتحتاج الى يعني مبادرات ابتكاريه. فاعتقد ان شاء الله الفتره القادمه سوف تشهد يعني توجه نحو نهوض هذه الانشطه. يعني طبعا مجهود عظيم لسيادتك، وطبعا في الفترة الأخيرة خاصة في أزمة كورونا وزارة الزراعة أثبتت أن القطاع الزراعي هو أهم القطاعات الاقتصادية في مصر. يعني برضو عاوزة أسأل حضرتك، ما هو الجديد الذي سوف تقدمونه في الدورة الحالية بعد انتخاب معاليكم رئيسا لهذه اللجنة الهامة؟ احنا اشرنا الى مجموعه من المحاور، سواء القضايا المرتبطه بالامن الغذائي وخاصه ما يرتبط بها من مكافحه الجوع والفقر، ايضا قدمنا تصور على ان احنا هندرس القضايا المرتبطه بالبيئه والتغيرات المناخيه وكيفيه ان نصل الى مقترح يعني او مبادره تعبر عن الدول الافريقيه يمكن طرحها في الكوب 27، وايضا اتكلمنا عن اهميه البحوث التطبيقيه وتبادل المعلومات بحيث ندعم البحوث التطبيقيه والاستفاده من الابتكار والرقمنه والزراعه الذكيه والذكاء الاصطناعي في مجال الزراعه. ايضا تحدثنا عن القضايا، اهم القضايا التي تواجه القاره الافريقيه في قضيه المياه والفقر المائي واهميه الاهتمام بقضايا الماء، ويعني برضو اشرنا الى اهميه الحفاظ والحقوق التاريخيه للدول الاعضاء في الحقوق الموارد المائيه. يعني اشرنا الى مجموعه من القضايا المتعدده، ان شاء الله يعني هتبقى محل دراسه من الخبراء واللجان الفنيه في المرحله القادمه. معالي الوزير، الف مبروك لمعاليكم ولمصر، ويعني مزيد ان شاء الله من الانجازات ومزيد من النجاحات، وبالتوفيق لمعاليكم. شكرا. شكرا جزيلا.